أرحب بكم مستمعين الكرام في عدد أول من مرايا الثقافة، وفيه حديث عن الشعر والرواية. بفرادتها وقلمها استطاعت زبيدة بشير أن تتخطى الحواجز الذكورية لتصبح منارة في الأدب التونسي الحديث، فهي أول شاعرة تونسية تصدر ديواناً في 68 900 وألف. زبيدة بشير نظمت الشعر وكتبت أيضاً في الرواية تكريماً لروحها منذ 95 900 وألف. يسند مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة سنوياً جوائز باسمها للمبدعات والباحثات التونسيات اللائي تميزن بإثراء الحقل الثقافي. خلال الأسبوع الفائت أعلنت قائمة المتوجات، وبينهن الروائية آمنة رميلي التي عادت إليها جائزة الإبداع باللغة العربية عن روايتها شط الأرواح. يسعدنا جداً سيدة آمنة رميلي أن تكوني ضيفة العدد الأول من مرايا الثقافة، أهلاً بك على ميديا. إذن أنا محظوظة بما أنني أفتتح الموسم الثقافي مع ميديا، شكراً شيماء لهذه الدعوة. سيدة آمنة، رواية شط الأرواح قلت في تصريحات إعلامية إنها رواية عذبتك، كيف ذلك؟ صحيح والله، هي رواية عذبتني وأرجو أنها لا تعذب القراء. عذبتني سيدتي من حيث نوعية المغامرة التعبيرية التي رهنت عليها. أردت أن أكتب رواية لا تشبه أولا رواياتي السابقة، وهذا دائما أرفع هذا الرهان، وثانيا هو رهان أن لا تشبه الروايات الأخرى، روايات الكتاب الأخرى، وحاول قدر الإمكان، لأن لابد أن يخشى الكاتب على نفسه أن يعيد أو يكرر أو يستنسخ، خاصة إذا ما كان كاتبا كثير القراءات متنوع الاطلاع. هذه النصوص التي نعشق والتي نعجب بها والتي تترك فينا أثرا، هي أيضا نصوص تحمل خطورة أنه إذا ما كتبنا إلى أي مدى يمكن أن نتخلص من سلطة تلك النصوص المؤثرة. يبدو أن رواية شط الأرواح عذبتك حتى قبل البدء في كتابتها، وهنا ننتقل سيدة آمنة إلى الحديث عن المحرك الأساس الذي دفعك إلى الكتابة، عن مآسي الهجرة. أنت تذهبين رأسا إلى هذا المحرك وإلى هذا القادح، وهي قصة مؤلمة جدا ولكنها أيضا إنسانية جدا، ولعل هذين الوجهين هما وجها الرواية اللذين تقلبت بينهما وأنا أكتب. وجهها المؤلم يتمثل في عثوري في صفحة فيسبوك على قصة معروفة في تونس وحتى في العالم، مواطن تونسي متطوع في الهلال الأحمر يلم جثث الحارقين الذين يرمي بهم البحر على شط جرجيس في آخر نقاط الجنوب التونسي. هذا الإنسان الكوني يرفع تلك الجثث من فوق الرمل ويدفنها، وأقام لهؤلاء العائدين بين ظفرين عودة نهائية إلى تونس مقبرة. الإنساني هو أن هذا التونسي يدفن جثثا لا يعرف لمن، لا يعرف أسماءها ولا هوياتها ولا بلدانها ولا دياناتها ولا طريقة تفكيرها ولا إيديولوجياتها، لا يعرف عنها شيئا، يعرف أنها جثة إنسان بصدد التحلل فوق الرمل. هذا الجانب في القصة هو الذي جعلني أكتب بتلك الطاقة المعذبة في الحقيقة التي لقدتها من القصة. الذين قرأوا الرواية يقولون الداخل إلى شط الأرواح لن يكون كمن سيخرج منها، يعني هي رواية تترك هذا الأثر، كان ذاك هو الرهان الأكبر في نظري، ويبدو أنني نجحت مثلا بدليل أن هذه الرواية نجحت محترمة لدى القراء، أولا في سرعة انتشارها، في وصولها إلى مخابر البحث الجامعي في الكلية التونسية، حتى في دخولها إلى التدريس الجامعي، ستدرس من هذا الموسم. تأثرت بما قام به البحار وقررت إذن الانطلاق في الكتابة، رواية يحضر فيها بطل واقعي، هل حاولت يوما تواصل معه مثلا أثناء الكتابة؟ أثناء الكتابة لا، دائما أخشى على عوالمي
التخيلية من أن يربكها القادح الواقعي. لم أتصل به ولم أحاول، ولكن بعد أن خرجت الرواية وبعثها إليه ناشر دار محمد علي الحامل النشر مشكور السيد نوري عبيد، بعث إليه بنسخة وقرأها في ذات استضافة يعني على الانترنت مع موقع شبابي يهتم بقراءة الكتب والروايات. عمل صاحب هذا الموقع على أن يستضيف أيضا بطل هذه الرواية. قلت له أنت بطلي يا سيد الكريم، وسعدت جدا بلقائه، وراه أنا شيء ما رأيته قبل ذلك. تقريبا أنا وصلت 150 صفحة من الرواية، وكنت أعتبر أنه شاب وتعاملت معه على أنه شاب. وهكذا صدفة وأنا أتفرج في إحدى القنوات قال المذيع الآن نستضيف هذا المتطوع التونسي من شط جرجيس وهو يدفن. هكذا جاءت هذه الصدفة أمامي ورأيت لأول مرة هذا الرجل. حقيقة ما كان شاب، كان رجلا كهلا. رجعت لورقي صلحت الوضعي معنا ولم يعد شابا. مآسي الهجرة سيدة آمنة تتوالى تقريبا بشكل شبه يومي، ما هي رسالتك لمن يفكر في مثل هذه الخطوة التي تسلب أرواح الكثير من شباب قارتنا الإفريقية؟ أنا اخترت شخصيتي من جنسيات مختلفة حتى أقول أن الحرقة لا تخص تونس ولا المغرب ولا الجزائر ولا ليبيا ولا السنغال ولا، هذا داء متوسطي، لأن الحرقة تتم في المتوسط ما بين ضفتيه الجنوبية والشمالية. هذه الرحلة الخائبة إلى الفردوس هي ما حاولت أن أصوغ ضمنه هذه الأحداث المتخيلة وهذه الشخصيات. حارقون محترقون ونحن نقفل الرواية. السؤال هو هل هم أحياء، هل هم أموات، هل هم قبور، هل هم أناس، هكذا يعني. هي رواية فيها كثير من الزئبقية وكثير من الانفلات، وهذا مقصود في الحقيقة. يبقى القارئ على عطش شديد شديد وهو يلتقي بهذه الشخصيات التي أحرق البحر أحلامها وشبابها وأجسادها وأعمارها. هذا الشباب يرمي بنفسه في البحر على حلم آخر وعلى أمل آخر، ولكن يفوت الأوان، ينتهي جثة في قاع البحار، وقد يرمي به هذا البحر على هذا الشاطئ التونسي، وقد يلتقطه شمس الدين مرزوق في الواقع وخير الدين المنسي في الرواية ليهبه قبرا. سيدة آمنة، أنت حصلت على جائزة زبيدة بشير عن عملك شط الأرواح، ماذا تعني لك هذه الجائزة؟ أنا شخصيا أحب هذه الجائزة، سبق أن حصلت عليها سنة 2014 عن رواية الباقي، وهذه هي المرة الثانية. هي جائزة رمزية في تونس. نعم، لرمزيتها الكبيرة شخصية زبيدة بشير، هل يمكن سيدة آمنة أن تقربين منها؟ زبيدة بشير أنا شخصيا أسميها المبدعة الأم. أول ديوان شعر نشر في تونس لامرأة كان للسيدة زبيدة بشير، وأنا طفلة صغيرة كنت أسمع صوتها في الإذاعة الوطنية، كانت تقدم برامج ثقافية أيضا وشاعرة. ديوانها الأول حنين، وهو الديوان الذي حفظنا أشعاره ونحن في المدرسة وفي بداية التعليم الثانوي. يكفي سيدة شيماء أن أقول لك هذا المشهد السياسي الثقافي عن السيدة زبيدة بشير. عندما استقبلها الحبيب بورقيبة، الزعيم الحبيب بورقيبة استقبلها وكرمها، قال لها الجملة الحلوة المزيانة هذه، قال لها: بعد سنوات، بعد أن نذهب جميعا، ماذا سيقول الناس؟ هل سيقولون بورقيبة عاش في زمن زبيدة بشير، أم زبيدة بشير عاشت في زمن بورقيبة؟ عبارة قوية من أول رئيس للجمهورية التونسية في حق زبيدة بشير. الروائية التونسية آمنة رميلي، شكرا لك على هذا الحوار. في مرايا الثقافة في بداية كل شهر نعرفكم على أبرز المواعيد التي لا يجب أن تفوتكم. في باريس، معهد العالم العربي يحتفي من خلال معرض ديفا بسيدات الغناء والشاشة اللائي أحدثن ثورة في الموسيقى والسينما العربيتين. بين الواقع والافتراضي يتواصل المعرض إلى غاية 26 من شتنبر.
لا تزال الفرصة سانحة لاقتفاء أثر الفنان والرسام الفرنسي إيجين ديلاكروا في رحلته التي قام بها إلى المغرب في العام 1832 في متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط. بهذا نصل إلى ختام العدد الأول من مرايا الثقافة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل.